نزل الحيطان، نزلت الوصف، نزلت المجرير، حشرات عم يسبب نوع من الأوبئة والجراثيم وعدم النظافة. نحن بعدنا لهلأ يا عالم بسجن رومي، ما في مي للحمام، ما في مي للشرب. اكتظاظ، أمراض، فساد، انتهاك وإرهاب، كل ذلك تجده في سجون لبنان وسجن رومي على رأسها. وما السجن إلا صورة مصغرة للبلد الكبير. تأخر حل ملف السجون طويلاً، ارتهن بمصالح سياسية وبيروقراطية إدارية ليعود اليوم ويفتح مع حجر الأساس الذي وضعه وزير الداخلية نهاد المشنوق لمبنى إضافي يضم ذوي الخصوصية الأمنية. والمقصود بهؤلاء الإسلاميين على نحو أساسي، وقصص الإرهاب داخل السجن واحتلال فتح الإسلام للطبقة الثالثة في المبنى باء تشهد. ما في حدا منكم غايب عن فكره أو سمعه شيء اللي عم بيصير بكل الدول المجاورة لإلنا، واللي آخرها عم بيصير بالعراق، واللي له طابع إرهاب، واللي بيقول إنه لبنان مستثنى ولبنان محير، بيكون يعني بده يراجع الجغرافيا ويراجع التاريخ. بهذا السجن في قاعدة للإرهاب وهي موجودة، مثل ما عملنا بالخطة الأمنية ورحنا لكل مكان في لبنان لنواجه الإرهاب، إن شاء الله خلال فترة قصيرة رح نواجه الإرهاب أيضا داخل السجن. عدد كبير من المساجين ذات الخصوصية الأمنية عم بيخربط بحسن إدارة السجن وبتزعج المساجين الآخرين، اللي العديد منهم حتى كانوا عم بيتصلوا فينا وعم ينقلوا خشية على حياتهم وعلى أمنهم، لأنه عم بيصير في تكفير لهم في ضمن السجون وتهديد. المبنى سيكون متصلاً بقاعة المحاكمات وبالمبنى دال الإشكالي في السجن، ويفترض أن يكون باكورة أربعة مبان أخرى ستتوزع على المحافظات اللبنانية ضمن شروط أمنية خاصة وبوجود لجنة تأهيل للسجون تضم ذوي الاختصاص، كل ذلك ضمن بيئة تحمي المواطن اللبناني وتحفظ للسجين حقه. الاكتظاظ عندنا بالسجن أزمة حقيقية إنسانية، مخاطرة كبيرة على السجين، على نفسيته، على جسده وعلى المجتمع. ونحن عم بيضعف سلطة قوى الأمن، السلطة عم بتصير داخل السجن لرؤساء العصابات. السجون والمعايير المرتبطة بحسن إدارة السجون بتاخذ بعين الاعتبار أكثر من معيار، جزء منه خطورة الجرم من جهة، مثلا الإرهاب. الموضوع الثاني خطورة الشخص بالذات، مثلا بيقدر يكون أشخاص عنيفين لأسباب مختلفة. وهنا رقمان كافيان لإيضاح الصورة، 2500 سجين هي القدرة الاستيعابية القصوى للسجون والنظارات، 7800 سجين وموقوف هو الرقم الحالي للموجودين في السجون. إنها قنبلة موقوتة يحتاج نزع صاعقها إلى أكثر من وضع حجر أساس لسجن.